الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. أحد مركبات سوس العرق سوس، وتداخل مع وظائف هرمونات المبيض. يتميز السوس العرق سوس بأنه ذو فوائد كثيرة للصحة. يتم الحصول على السوس من جذر نبات غليسيرايزا غلابرا الذي ينمو في اليونان وتركيا بشكل خاص. وعرف عن السوس عبر التاريخ استخدامه للعديد من الأهداف الطبية، وهو يفوق حلاوة السكر بحوالي 50 ضعفاً، مما جعله يستخدم في الكثير من الأغذية كمادة محلية ومنكهة أيضاً، وأشهر منتجاته شراب العرق سوس. للمزيد حول السوس وفوائده يمكنكم الاطلاع على المقال على الرابط المرفق مع المقال. ولكن وفي دراسة جديدة من نوعها أجريت على الأنسجة التناسلية لدى الفئران، توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن التعرض للأيزوليكويريتيد جانن، وهو مركب يوجد في نبات السوس ليكوريش، يعطل إنتاج الهرمونات الجنسية الاسترويدية في المبيض. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها والتي تختبر آثار هذا المركب الكيميائي على المبيض. وقد وجد الباحثون في هذه الدراسة بأن التعرض لمستويات عالية من المركب والذي سمي اختصاراً أيزو قد تسبب في خفض التعبير الذي تقوم به الجينات الرئيسية المشاركة في إنتاج الهرمون الجنسي، وبشكل خاص التعابير التي يصوغها الجين المرتبط بإنزيم الأروماتاز، وهو إنزيم يقوم بتحويل هرمون التستوستيرون إلى هرمون الإستروجين، حيث لوحظ هذا الانخفاض بنسبة 50% أو أكثر في حالة هذا الجين. وقد تم نشر النتائج التي توصل إليها الباحثون في مجلة Reproductive Toxicology. وبالرغم من هذه النتيجة، تؤكد البروفيسور في علوم الأحياء المقارنة جودي فلوز من جامعة إلينوي أنه ينبغي كمرحلة تمهيدية إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد تأثيرات مركب أيزو على الحيوانات، والتي تعد محط اهتمام هذا الاكتشاف. تقول فلوز أنه بشكل عام عندما تبدأ مستويات الهرمونات لديك بالانخفاض، قد تبدأ مشكلات في الخصوبة بظهور كذلك. ولأن الإستروجين يعد مهماً للحفاظ على سلامة الدماغ والعظام والجهاز القلبي الوعائي، فإن انخفاض مستوياته لفترة طويلة جداً قد يسبب مشاكل صحية فيها، وهو يعد أمراً محتمل الحدوث وليس نتيجة حتمية. وتشير فلوز إلى أن انخفاضاً بنسبة 50% لإنزيم الأروماتاز لدى البشر يمكنه أن يمثل مشكلة جدية فيما يتعلق بالخصوبة وأمور أخرى. يستخدم جذر السوس كاملاً إلى جانب الصيغ المكررة من المركب أيزو في المكملات الغذائية العشبية وأنواع الشاي والحلوى وكعوامل نكهة في منتجات الطبخ. ويباع الأيزو في بعض الأحيان للنساء كمسكن للهبات الساخنة أو الأعراض الأخرى المرتبطة بسن اليأس أو انقطاع الطمث. وتشير مهلينغام إلى أن دراسات أثبتت بأنه يمتلك خصائص مضادة لبعض أنواع سرطانات الثدي والبروستات والقولون، إلا أن الخصائص ذاتها التي تجعل من مركب الأيزو فعالاً ضد بعض السرطانات قد تجعله ذا تأثير سام للنمو الطبيعي وتطور المبيض كما تقول الدكتور فلوز. ويتم استخدام بعض مثبطات الأروماتاز في علم الأورام لوقف نمو الأورام التي تستجيب لهرمون الأستروجين، ولكن يحذر الأطباء من الآثار المحتملة على خصوبة النساء اللواتي هن في سن الإنجاب. وقد يكون لاستخدام الأيزو في تثبيت الأروماتاز التأثيرات ذاتها التي تمتلكها مثبطات الأروماتاز الأخرى، ويمكن لهذه الملاحظات أن تقود إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بأنسجة معينة اعتماداً على الجرعة وزمن التعرض. كذلك فعند خفض نسبة الأروماتاز فإن ذلك يؤدي إلى خفض مستوى الأستروجين، مما يعني احتمال تغيير درجة الخصوبة. وحسب ما يشير البروفيسور في علوم الغذاء وتغذية الإنسان ويليام هيلفري، فإن الأستروجينات النباتية تعد معقدة للغاية، ويمكن للأنسجة المختلفة أن تتجاوب معها بطرائق متميزة اعتماداً على الجرعة. ويختم الباحثون بأن هذه النتائج التي تم التوصل إليها ما هي إلا خطوة أولية في فهم دور مركب الأيزو وتأثيره على الخصوبة.